أعزائي الطلبة، هذه المحاضرة العاشرة من سلسلة المحاضرات الفيديوية لمادة أسس كهربائية. بهذه المحاضرة راح نأخذ شرح طريقة، أول طريقة في تحليل الدوائر الكهربائية، وهي طريقة المش أناليسيس أو اللوب أناليسيس. في هذه الطريقة هناك أربع خطوات يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار من أجل أن نحلل ونوجد المجاهيل في الدوائر الكهربائية. هذه الأربع خطوات راح نشرحها من خلال مثال. فالمثال الأول لهذه الدائرة الكهربائية، هذه الدائرة الكهربائية تتكون من لوبين، اللوب الأول هذا واللوب الثاني هذا. فأول خطوة لازم تأخذها في نظر الاعتبار هو تعين التيارات في كل لوب واللي تكون ويا اتجاه عقرب الساعة I1 شوف باتجاه عقرب الساعة، وI2 باللوب الثاني باتجاه عقرب الساعة. هاي أول خطوة. الخطوة الثانية والمهمة هو نحدد القطبية البولاريتيز في كل لوب لكل ريزيستر موجودة، وهذا طبعا يحددها اتجاه اللوب، اتجاه التيار الموجود بذاك اللوب. فباللوب الأول إذا القطبية لل 8 اوم هي هذا الموجب هذا السالب مالها، وبالنسبة لل 6 اوم باللوب الاول هذا الموجب هذا السالب، وبالمقاومة الثالثة باللوب الاول هذا الموجب هذا السالب. باللوب الثاني اذا انتقلنا باتجاه التيار اللي هو باتجاه عقرب الساعة، فالقطبية في كل مقاومة تكون كالآتي: بالسبعة اوم يكون هذا الموجب هذا السالب، وهذا الموجب هذا السالب بالنسبة إلى المقاومة الثانية اللي هي عبارة عن مقاومة مشتركة ما بين اللوبات الاثنين. الخطوة الثالثة، إذا الخطوة الأولى تحديد التيار كله باتجاه عقرب الساعة، الخطوة الثانية قلنا القطبية في كل مقاومة باللوب، الخطوة الثالثة واللي هي المهمة هو نكتب اللينير إكويجن لكل لوب، اللينير إكويجن في كل لوب. فبالنسبة لللوب الأول المعادلة اللي لها علاقة مهمة بالآي 1، إذا أريد نطلع أو نطبق قانون الفولتج ديفايدر رول في هل لوب هذا، فبالأخير راح نوصل إلى formal approach أو formal solution. فمن الأفضل أن إحنا ما نستخدم الطريقة المطولة باستخدام voltage divider rule، نروح إلى formal approach اللي هو يقول إنه الحد الأول بالمعادلة، الحد الأول هو عبارة عن التيار باللوب الأول مضروبة بمجموع المقاومات الموجودة بذاك اللوب، الثمانية والستة والاثنين الموجودة باللوب الأول، ثمانية وستة والاثنين الموجودة باللوب الأول. الحد الثاني هو طرح التيار باللوب الثاني مضروب بالمقاومة المشتركة ما بين اللوبات الاثنين اللي هي اثنين أوم مثل ما قلنا. هذا هو الجزء الأيسر من المعادلة. الجزء الأيمن من المعادلة هو المجموع الجبري للفولتيات الموجودة بذاك اللوب، واللي هو بالحالة باللوب الأول هو فقط الأربعة فولت، فنخلي أربعة فولت. بنفس المنوال إذا أريد نطلع linear equation بالنسبة لللوب الثاني، فإذا اللي
اللوب الثاني اللي علاقه بالاي 2 اللي يكون اي 2 باللوب الثاني مضروب بمجموع المقاومات اللي هي 67 مطروح من التيار باللوب الاول اي 1 مضروب بالمقاومه المشتركه اللي هي 2 اوم. بالنسبه الى قيمه المعادله ب الجهه اليمنى هو قيمه الفولتيات هل فولتيه راح نشوفها ناقص 9 فولت لان التيار اي 2 راح يمر بهالاتجاه من هاي الى لو فتكون ناقص 9 فولت. بعد ترتيب المعادله ووضعها الحد الاول اي 1 والحد الثاني بي اي 2 فراح نوصل الى هالمعادلتين. هالمعادلتين نريد نطلع الاي 2 باستخدام الديترمينت واي اللي احنا اخذناها في الرياضيات وكذلك بال الاوراق الاربعه اللي اعطيتكم اياها بالصف فتعلمكم الاوراق الاربعه الطريقه اللي نستخدمها اللي هي ديترمينت. وهالديترمينت بهالطريقه نقدر نطلع المجاهيل اللي هي اي 1 واي 2 من خلال هالمعادلتين. فالمطلوب هو التيار اللي يمر ب 7 اوم يعني اي 2 اي 2 اللي يمر بال 7 اوم بطريقه ديترمينت نقدر نحصل على النتيجه هذه اللي هي 0.971 امبير. هذه هي الطريقة المشي. في المحاضرة القادمة راح ناخذ أمثلة أخرى لثلاث لوبات بالدائرة أو لوبين وراح يكون تركيزنا بعدين على طريقة أخرى اللي نسميها نودل واي أناليسيس. شكرا جزيلا.